انا وصلت الملوي هاد التومه نحل معاك محايده. شوف شو كي مارق، شوف علاش انا نمشي علاش نمشي نشري. شوف تبارك الله كيجي زوين زوين زوين، تبعوا غير الطريقه وراه غينجح معاكم. بالنسبه للدقيق غناخذوا جوج زليف ديال الفورص او الدقيق الابيض وزليفه واحده ديال الفينو داك الدقيق الصفر. وانا نجينا بالمبيت نخبط الدقيق ديما فرص يغلب على القمح فينا. دابا هذا ملوي مخمير، هانت شوف شحال تاع الخميره ندير طريطه شتي قداش درتها درتها. السكر ساهله كما شفتو هاي الملح والملحه ما بان ماشي. درت لكم الفوق باش تبان لكم مزيان العجينه كاكايده كثير. كما شفتوا نتوما العجينة ديالتي كدايرة، غندلو كما واب غنديرها في بلاستيكة غنحط نص ساعة ونرجع ليها. دهنا في الزيت باش متلتصقش لي في بلاستيكة. باش نخليها هنا فوق السطح العمل. المهم البنات الخلطه السحريه اللي كتخلي لكم الملوي ديالكم ولا المسمن، حتى المسمن حتى هو راه كنستعمل فيه هذه الخلطه هذه، راه فيتها شاركت معكم راه كتجي كيجي مورق. المهم كناخذ انايا هنا الفينو، كناخذ ثلاثه معلقات ما عامرين وكيس من حميله الحلويات والزيت. الزيت اللي خلط ليا هادشي شوف ها هو كنضرب مزيان بلا زبده. انا الزبده كنديرها ولكن باش كتعطيني ديك البنه ديال الزبده وصافي. خلطها مزيان باش يتشانس في دور الخليط. المهم البنات ها هي شي عجينه كيولات نحيدها شتي خليتها نص ساعه كامله. شوف تبارك الله ما تخليوهاش بزاف حيت هذه ماشي بحال المسمن، قلت لكم ماشي بحال المسمن. المسمن ما كنديرش فيه، انا المسمن ما كنديرش فيه، حيت هذا ملوي ملوي مخبير. المهم كندير كراس كبير حيت عندي المقله كبيره شكوره قداش ودغيا غنساليه دغيا كيوجد. شوفوا تبارك الله الفقاعات انتم باش تعرفوا العجينه ناجحه. صافي هنا ندهن واحد شويه ديال الزيت في الارضيه هنا صافي غندير كرات بحال هكا نتمنى ينفعكم نهار العيد ان شاء الله. صافي غنخليهم يرتاحوا صافي نخليهم يرتاحوا دابا بعد 5 دقايق نرجع ليهم. المهم البنات غندير اول وحده من كره وغنطلقها معاكم.
ملي كدوز 15 دقائق كرتاحو. صافي نهزو حيدا ونغطي الشمال. هيا ضروري الاستعانة بالزيت. وهذا هو الخليط كما شفتوا ماشي دابا نستعملو تما كنطلق هذا مزيان. كنطلقها رقيقة الزبده هذه اختياريه، الزبده ماشي مشكله اختياريه، عمرها ما نبقى ندير في راسي بقاو الترويله كنها شويه غير كتعطي ديك البنه عاوتاني ديال الزبده في السماء يمشي بحال. نطويها هكا في النص ونجيب الخرسيه هكا شوف وحده على وحده عاد غنطويهم على بعضياتهم. نجيب شويه الزبده هكا وداك الخليط وغندير وحده على وحده ثاني باش كيجيو فيها بزاف الطويقات. كنجيبو هكا كندير عاوتاني نص الخليط هكا وكنطوي مربعة صافي. كنجي دابا كنجمع بحال الكرة، كنحاول نجرب داك التجنيبات نجمع بحال الكرة كنديرش لهاديك اللوية اللي موالفين كنديرها. صافي نجمع سيدابا سيدابا صافي كلها شحال من طبيعة فيها نخليها ترتاح ونمشي نديرو وحدخر نطلق وحدخر. وحده اخرى ثاني خاصني الدريكه ندير شويه الزيت متوقفش بالزبده باش ما تقطعوش ليكم. نطلقها انا بيني وبينكم ما طلقتهاش وحسيت بان ليا نون زين كيسا كنخدم عليها كنحس براسي درت هذا الملوي ولا مسمى شنو تبغى كيما نشرفها مزيان. صافي شويه الزبده، الزبده اصلا جبداها من الثلاجه مخيه بلا ما دوبتش عليها اليوم كي ندوبها كتقطع والخضير هاجي بحال هكا ياك كيبان لكم دابا. وهذه كنجيبها تجي عند الحافه ديال الاخرى. صافي كنعاود نفس الخليط هكا بيناتهم وتقدروا تزيدوا حتى الزبده. صافي هانتوما انا طويسه دابا على كتنيوها ثلاثه التنيات وحده من هي وحده من هنا وكتلاقي هذيك وحده مع وحده. صافي هنا ندير لكم الزبده. طبعا انا كنكمل العجينه كلها عاد نرجع معكم انا ساكت كنكمل عاد كنبدا نطيب. شتي كيفاش ندير لها؟ صافي كنتني وحده على وحده وحده على وحده صافي وكنبدا غنجمعها هانتوما كنجمعها الوسط هذوك الجنيبات كلهم كنجيبهم الوسط هانتوما شتو البنات كملت كلشي كملت كونتيتي كامله لويتها. صافي هانتوما كما كتشوفوا تبارك الله راه دير. دابا درت المقله تسخن غتسخن المقله مزيان غنطلق هاد الملويه المخمره عتي كتجي زوينه في الحقيقه ورطبه احسن من داكشي ديال الزنقه عتي كيزغلط الله وشي تشريه كي تجري هو يجري
حنا الزيت واحد شويه ديال الزيت. بسم الله. دغيا غير التمع كنقلبوها، خليوها حتى تحمر من تحت. تحسيها غير تشمعات من تحت صافي. نديرو غنقلبها شوف. صافي دابا تشمعات حتى من الجهة الأخرى نقلبها. هذا راه شرا واحد شويه ديال الزيت. انت باش تعرف العجينة مرتاحة ومزيانة شو نبيبي لها. شوف 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 راه ملي كتبداو طيبو فيها كتحسو بها بدات كتفرق، كيبداو يتفرقو معاها طريقات. مات ها هي اللي كاينه صافي. شنو ما هنا شو صافي حنا كاش كاش شي طرسي طرسي ايه ظهر ظهر هي سمي صافي حطي بقاو تقلبوا وانتم كتضغطوا عليه باش الجناب كله يتحمر. انا كندرس وحده اخرى ورمينا ما تسالنيش بالتشجيعات ديالكم. نحاول نديرها هكا باش كتحل من الداخل باش هذاك شوف ما سخون خاص يكون يدك شويه صباري. شو انا عزيزي خبيت ديا بلايصات كاملين اللي بيضين كيتحمروا مايبقاوش بيضين. انتما كنتو كطيبو فيه هو كينتافخ كينتفخ. وتنشم وتقلب هدريا هدريا توجد تبارك الله كاينة ساعة سمني فيها وديري فيها كلشي. أنا كمل كمية كاملة ضروري مديرو هاد الطريقة هادي هكا باش كيتفرقو لك كامل الوقيت.
هذا تعلمت من ماما الله يطول على عمرها ديما انا ماما خلطتنا منها شحال من حاجه الله يعطيها الصحه الله يشافيها كتبدا في المقله ملوي وكتخبط فيه باش كيتحل من داخل صافي نكمل لكم شي تكامله ورجع معكم هانتوما نحل معكم محايده شوف شو كيمرق شوف علاش انا نمشي علاش نمشي نشري ونتمنوا تدعموني باللايك ديالكم والتعاليق ديالكم وباش تشجعوا لي نزيد مازال نجيب لكم فيديوهات اللي يكونوا زوينين على قد الحال ديوم الناس دراوش هادشي اللي كاين فنتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم خليت لكم رحمه الله.